اهلا بكم في الحلقه الثامنه من سيريال كوميونيكيشن بروتوكول يو ارت، وهنربط بين الكمبيوتر والمايكرو كنترولر عن طريق بروتوكول يو ارت، واي حاجه هكتبها على السيريال على شاشه الكمبيوتر هتظهر على ال سي دي. دي الحلقه الثالثه في الربط بين اليو ارت والال سي دي، خليكم معانا. دي الدائرة اللي هنشتغلها النهاردة، ادي المايكرو كنترولر، دي التوصيلات الاساسية، معنا ال LCD متوصلة على بورت بي، معنا فيرشوال تيرمينال متوصل بالمايكرو كنترولر. نعمل رن، ويلكم على ال LCD ظهرت، ودي ويلكم هنا، هنكتب مباشرة هنا انا كتبت اول 16 كاركتر، اول 16 كاركتر اوتوماتيك هو عمل انتر، نزل الكورسر في اللاين اللي بعده، مش انا اللي نزلت الكورسر، لا ده في البرمجة اوتوماتيك نزل اللي بعده بعد كاركتر رقم 16. هنكتب السطر اللي بعده، خلي بالك هكتب رقم 16 في الصف الثاني اللي هنا، اول ما خلص حرف اف نزل سطر جديد كتب كلمه ضم، نزل سطر جديد استعدادا لاي جمله هتكتبها بعد كده. بعد ما خلصت كتابه ظهر الكلام على ال سي دي، يبقى الكلام مش هيظهر على ال سي دي الا بعد ما تخلص كل الكتابه بتاعتك على السيريال. نفترض ان انا كتبت اي كلام كده كتبته غلط في اي توقيت وعايز امسح، اضغط على علامه على او سلاش اللي موجود على الكيبورد، خلي بالك عامل ايه، هو كده مسح الكلام اللي متخزن في المايكرو كنترولر وكتب كلمه ويلكم في سطر جديد وعمل نيو لاين، يعني اكنه عمل انتر. هنكتب بعد كده الجمله بتاعتنا تاني، مسافه، اول ما ضغطت مسافه هنكتب اي كلام، خلي بالك هكتب اخر كاركتر 16 في النيو لاين، عمل جي، خد الكلام ده مباشره ظهره على ال سي دي، يعني الكلام اللي قبل كده اتمسح وظهر الكلام الجديد، بحيث ان يظهر الكلام الجديد ده بعد ما تكتب 32 كاركتر ويبقوا صح. يعني انت لو كتبت اي كلام كده، ادي اول صف والصف الثاني ما كملتوش، اعتبرت ان الكلام ده غلط، هضغط على علامه علم الكيبورد هيبتدي يمسح الكلام ده من المايكرو كنترولر، لكن ال LCD هي ظهر اخر قيمه صحيحه من قبل كده. لو كتبت اي كلام وهنفترض ان الكلام ده صحيح، هضغط تي، خلي بالك بعد ما اضغط تي ايه اللي هيحصل؟ غير ال LCD لان يعتبر ان 32 كاركتر اللي انت كتبتهم دول صح، فرجع لك كلمه ضم بعد ما عرض الكلام على الشاشه، لكن اي كلام تاني وانتوا حسيت انه غلط اضغط على علامه على، مسح الكلام على المايكرو كنترولر، لكن ال LCD ما زالت محتفظه بالقيمه او بالكلام الصحيح اللي قبل كده، وبيظهر لك كلمه ويلكم هنا استعدادا ان انت تكتب كلام جديد، تمام؟ هنشوف الكود مع بعض، انت موصل ال LCD طبعا، فدي البنات الخاصه بال LCD اللي موصلها على المايكرو كنترولر، انت هتستقبل الداتا من اليو ارت، فبالتالي لازم تتخزن في متغير. انا هنا بكتب كام كاركتر؟ بتكتب 32 كاركتر مره واحده ويخزنهم جوه المايكرو كنترولر، بعد ما تخلص يروح عارضهم على ال سي دي. ال 32 كاركتر دول عشان اخزنهم لازم يبقى في متغير نوع اري، فعشان كده انا استخدمت اري عندي اسمها ريسيف، لازم يبقى نوعها كاركتر عشان هستقبل تكست. هتستقبل كام كاركتر في المره؟ 32 كاركتر. معايا كمان متغيرات هستخدمها خلال البرنامج اللي هو الاكس والاي، مديهم انيشال بزيرو ومعرفهم انساين شورت لان الرينج بتاعهم من 0 ل 255، فانا مش هتخطى ال 255. هستخدم الاوامر الخاصه بالنيو لاين كتير خلال البرنامج، عملتهم في فانكشن سميتها نيو اندرسكور لاين، طبعا فويد عشان هي مش هتراجع حاجه، والقوسين دول فاضيين عشان مش هتستقبل حاجه. المتغير اللي اسمه ريسيف في 32، ده اول مره انت كتبت 32 حرف اتخزنوا في المايكرو كنترولر في ريسيف تعرضوا على ال سي دي، لما تيجي تكتب 32 حرف بعد كده مش هتخزنه في نفس المتغير؟ مش المفروض امسحه قبلها؟ فامسحه ازاي؟ انا عملت فانكشن اسمها كلير اندرسكور ريسيف، فانكشن دي خاصه بان انا امسح المصفوفه، المصفوفه اللي اسمها ريسيف دي لو فيها 32 كاركتر من قبل كده او ايا كان عدد الكاركتر اللي فيها قبل كده بمسحه. فانا امسحه ازاي؟ باجي بعمل فور واقول اكس تساوي 0 لغايه 31 اقل او يساوي، لان انت معاك هنا ريسيف اوف اكس، دايما المصفوفه العد فيها بيبقى بزيرو، يعني اول عنصر في المصفوفه بيبقى زيرو. لو قلنا دي مصفوفه من 32 كاركتر، فالاس ده اول عنصر في المصفوفه بيتخزن في ريسيف اوف زيرو، يبقى اللوكيشن اللي اسمه زيرو هيتخزن فيه اس، قيمته اس لكن ترتيبه زيرو، فعشان كده هبدا بريسيف اوف زيرو، ريسيف اوف زيرو هخليها بتساوي زيرو، يعني همسح اول مكان، عشان كده دايما انا بدات اكس بزيرو هنا، لازم مع الاري لازم الانيشال تبدا بزيرو، معاك اقل او تساوي 31 لان من 0 ل 31 هيديك عددهم 32، يبقى انا مسحت 32 عنصر عندي وحطيتهم جوه فور، الفور دي جوه الفانكشن اللي اسمها كلير اندرسكور ريسيف عشان
اصفر الاري اللي اسمها ريسيفر. هروح للفويد مين، اول حاجه عملت انيشاليزيشن للال سي دي، عملت كلير، عملت كورسر اوف، اظهرت كلمه ويلكم في البدايه، كمان استنيت واحد ثانيه، عملت كلير للال سي دي، هستخدم اليو ارت يبقى عملت له انيشاليزيشن، ما تنساش عملت البودريت 9600، اظهرت كلمه ويلكم زي ما انت شفتها الكلمه البدائيه بالامر ده. بعد ما كلمه ويلكم دي انت هتعمل نيو لاين عشان تبتدي تكتب في سطر جديد. هروح لفوق، عملت اندي ليس لوب داخل اف اللي بعمل فيها تشيك على الداتا هل في داتا ولا لا، هنفذ الكود بتاعي داخل اف، طول ما في داتا هيدخل ينفذ، ما فيش داتا هيستنى لما تجيله داتا لان هو داخل فوق اندي ليس لوب، فبالتالي هل في داتا ولا لا، لو في داتا هيدخل يعمل ايه، هيقرا. خلي بالك انا هقرا كاركتر كاركتر، يبقى الامر ده هيستخدم لان انا اقرا كاركتر كاركتر، يعني هو هيقرا الاس في مره يعمل تشيك هل في داتا ولا لا، بعد كده يقرا الجي، بعد كده يقرا الاتش، وهكذا لغايه التي اللي هو الكاركتر رقم 32. فاول كاركتر عندك هيقراه اللي هو الاس، هيحطه في ريسيف اوف زيرو. ليه زيرو هنا؟ لان الاي الانيشال بتاعها زيرو، هنا اهو الاي بزيرو كانيشال، فبالتالي هيقرا اول كاركتر هيحطه ريسيف اوف زيرو، ريسيف اوف زيرو، مباشره هيرجع الكاركتر ده على السيريال، خد ريسيف اوف زيرو ده ورجعه تاني على السيريال عشان يظهر لي حرف الاس على السيريال. انا عايز ارجع تاني اقرا الحرف اللي بعده، فلازم هنا ما احطهاش زيرو، احطها اي، وادي الاي انيشال بزيرو زي ما شفنا، واخلي هنا نفس الاي اللي فوق ريسيف اللي استقبل اس هيرجعها زي ما هي، عشان كده قلت ريسيف اوف اي وهنا ريسيف اوف اي. هبتدي بعد كده ازود الاي، اخليها بواحد استعدادا ان هو يقرا الكاركتر اللي بعده، وهكذا لغايه ما يوصل الاي بكام، لغايه ما يوصل ب 15. خلي بالك الاي كانت بادئه من زيرو، لغايه ما الاي توصل ل 15 يبقى ده الكاركتر رقم 16، لان العد بادئ من زيرو. اعرض كاركتر رقم 16 على السيريال في اول صف، هيخلي الاي بكام؟ ب 16، 16 يبقى مباشرة معناها السطر الاول انتهى، اعمل تشيك هل الاي بتساوي 16؟ نعم، يبقى اعمل نيو لاين، تمام؟ هيبتدي يزود الاي، احنا قلنا 16 هنا، ترجع تاني اعمل ريسيف اوف 16، بالحقيقة ده ترتيبه رقم 17 على السيريال، يعني هنا ده ريسيف اوف 0، ده ريسيف اوف 15، ريسيف اوف 16 فين؟ هيبقى هنا الجي، هيبتدي يزيد يزيد معاك لغاية يوصل التي، التي هو ريسيف اوف 31، لأن قلنا العد من 0، يبقى التي هو ريسيف اوف 31، وهكذا لغاية ما يوصل لكام؟ 31، يبقى ريسيف اوف 31 هنا هيعرض نفس ريسيف اوف 31 على اليو ارت، هيزود الاي تبقى 32، لما الاي تبقى ب 32 اعمل نيو لاين. تعال نعمل بلت بالوضع ده، ران ويلكم اهي ودي ويلكم هنا، تعال نكتب كده، كده هو كتب اول 16 كاركتر، المسافه خلي بالك محسوبه كاركتر، لو عديتهم كده مباشره بعدها عمل نيو لاين. هنكتب برده تاني 16 كاركتر، بعد ما انا كتبت الاتش هنا عمل نيو لاين، كده عرضت الكلام على السيريال مشابه تماما لعرضه على ال سي دي، يعني هنا 16 16 والال سي دي بتاعتنا 16 في 2. نكمل ان انا عايز اعرض الكلام على ال سي دي، بس قبلها هل انت لو غيرت جزء صغير في الكود هيحصل اختلاف؟ تعال نشوف كده، يعني الاي مش هزودها هنا، انا هزودها بعد الافات، يبقى مباشره هنا هيبتدي بريسيف اوف زيرو وهيعرض ريسيف اوف زيرو، هيبتدي من زيرو هينزل يزود الاي تحت هنا هتبقى واحد، يرجع تاني وهكذا لغايه ريسيف اوف كام؟ 15. يبقى هنا المفروض ما اعملش تشيك على 16، لا على 15، وهنا اعمل تشيك على 31، لان الاي بتزيد بعد ما انت تعمل تشيك، يعني الاي هتزيد من 0 ل 15 هيعرضها، وقتها لما الاي تبقى 15 يبقى انت عرضت الكاركتر 16، اعمل نيو لاين، بعدها هتزود الاي بواحد، يبقى بعد ما انت عملت تشيك، يبقى المفروض الاي تبقى ب 15 اعمل نيو لاين، الاي تبقى ب 31 اعمل نيو لاين. اتمنى الفكره تكون واضحه، نعمل بلت كده عشان اوضح لكم ان مفيش فرق، رن تاني امبيدد سيستمز، هضغط الاس، خلي بالك دول 16 اهو، نزل نيو لاين توتوريال كورس، هضغط اف، بعد الاف اهو نزل نيو لاين، يبقى خليت الاي فوق او تحت لازم تاخد بالك من اللي هو الكونديشن ده، يبقى بعمل تشيك امتى؟ يبقى انت عرضت من 0 ل 15، يبقى كده عرضت 16، 16 كاركتر فعلا، يبقى اعمل تشيك لما الاي تبقى ب 15 اللي هي فعليا معناها بقت كاركتر رقم 16، لان الاي بدأ من 0، لان انت بتزود الاي تحت، لكن لو انا خليت الاي فوق يبقى انت بتزيد قبل ما تعمل تشيك، يبقى مباشرة تخلي دي 16 وهنا دي 32، هيبتدي يعرض على السيريال لغاية 32 او هيعرض 32 كاركتر مرة واحدة، بعد كده مباشرة بعد ما انا عرضته على السيريال مباشرة المفروض يعرضه فين؟ على ال سي دي، يبقى اجي هنا هعمل تشيك اول ما يوصل الاي ل 32. ليه خليت الاي ب 32 هنا؟ مش هتفرق، لو انت خليت اي بلس بلس فوق او تحت مع الكونديشن ده مش هتفرق، يبقى الاي بتزيد فوق
قبل الكونديشن ده، معناها كده ان خلاص خلصت عرض على السيريال، عايز اعرض الكلام على ال سي دي. بدائيا ممكن يبقى في كلام على ال سي دي من قبل كده هنا، فالمفروض في البدايه اعمل ايه؟ امسحها طبعا. قبل اي حاجه لازم امسح ال سي دي. عشان كده اول ما الاي ساوت 32 معناه ان انت خلصت كتابه اللي هم 32 كاركتر، مباشره اروح امسح ال سي دي. هتعرض القيم على ال سي دي ازاي؟ باستخدام داله 4، واحنا شرحناها قبل كده. يبقى اجي 4 هنا عشان اعرض الكلام على ال سي دي. هقول ايه؟ ال سي دي اندرسكور كار اندرسكور كارنت بوزيشن، خد الريسيف اوف اكس. وقلنا طول ما الريسيف اوف اكس، الاكس لازم تبدا من 0، اكس اقل او تساوي 31، لان من 0 ل 31 عندك 32 كاركتر، وزود اكس في كل مره، واعرض القيمه في الكارنت بوزيشن على ال سي دي. طب هيقعد يعرض هيعرض الكلام ده كله في اول صف؟ اقول له لا، خلي بالك اول ما الاكس توصل ل 15. ليه قلنا 15؟ لان بادئه من 0، فمن 0 هيبتدي يعرض هنا، هيرجع تاني يزود الاكس يخليها بواحد، وهكذا لغايه ما يوصل 15. ريسيفه في 15 اللي هو كاركتر رقم 16 هيعرضه على ال سي دي في اول صف، يبقى ريسيفه في 15 اللي هو كاركتر 16 هيروح يعمل تشيك هل الاكس بقيت ب 15، لان الاكس بادئه من 0 هنا. وقتها انزل السكند رو مباشره على ال سي، استعدادا ان هو يكتب في بدايه الصف الثاني. ده كله عشان اعرض على ال سي دي. بعد ما انت تخلص عرض على ال سي دي، اتفقنا الكورسر ظاهر هنا اهو، بعد ما يخلص عرض على ال سي دي هيروح كاتب كلمه ضم. بعد ضم مباشره يعمل ايه؟ يعمل نيو لاين. يبقى انا هروح اعرض كلمه ضم على السيريال، خلي بالك بره 4 هعرض ضم على السيريال وهعمل نيو لاين. الاي هنا جايه بكام؟ 32. بعد ما يطلع من اف دي يرجع تاني هيبتدي يزود الاي، وهكذا تبقى 33 34 وهكذا، والكلام ده غلط. المفروض مباشره ارجع تاني الاي بزيرو، لان ريسيف عندي دي اري الاندكس بتاعها او اول عنصر ترتيبه 0، فلازم ارجع الاي بزيرو استعدادا ان هو هيخزن القيم الجايه بعد كده. تمام؟ يبقى اقول الاي اوف 0، وريسيف اصلا فيه قيم من قبل كده، فانا اعمل له كلير. كلير ازاي؟ بالفانكشن اللي انا شرحتها فوق. يبقى تستدعى الفانكشن اللي اسمها كلير اندرسكور ريسيف عشان اصفر الاري اللي اسمها ريسيف، اللي هي الفانكشن دي اللي بعمل بيها كلير لريسيف. يبقى هنا هتستقبل كاركتر كاركتر وتحطه في الاري، هترجع الكلام على السيريال، هتزود الاي. لو انت خليت الاي بلس بلس، هل الاي بتساوي 16؟ يبقى اعمل نيو لاين. الاي بتساوي 32 يبقى اعمل نيو لاين. بعد ما تخلص ال 32 كاركتر على السيريال محتاج اعرضهم على ال سي دي، يبقى اروح اعمل تشيك هل الاي بتساوي 32؟ يبقى امسح الشاشه الاول، اروح اكتب الكلام على ال سي دي باستخدام 4. هكتب من 0 ل 15 هنا، اول ما توصل ل 15 معناها الكاركتر 16 اتكتب، اروح اعمل تشيك هل الاكس بتساوي 15؟ يبقى انزل سكند رو مباشره، هرجع كلمه ضم على السيريال، هعمل نيو لاين. تمام؟ بعد كلمه ضم هعمل نيو لاين استعدادا للكلام اللي بعد كده. خلي الاي تبقى بزيرو عشان ارجع الاندكس او المؤشر بيبقى على المكان اللي موجود في الاري، ان هو يبدا من زيرو استعدادا للكتابه اللي بعد كده. ما انساش كمان اصفر الاري عشان اكتب فيها من جديد. لو لاحظت هنا اف اي بتساوي 32 اعمل نيو لاين، اف اي بتساوي 32 اعمل ده كله. طب ما انا اوفر في الكود، اخد النيو لاين دي هنا قط كده واروح ادخلها هنا واجي امسح السطر ده، يبقى كده انا فاهم بعمل ايه. نعمل بلت، ادي رن تاني، ويلكم اهي ودي ويلكم، نكتب امبيدد سيستمز، هكتب الاس، عمل نيو لاين، هكتب بعد كده مين اي كلام مسافه، هضغط كمان جي، خلي بالك بعد جي عرض الكلام مباشره على ال سي دي. بعد ما خلص عرض اهو نفس الكلام، رجع كلمه ضن وعمل نيو لاين استعدادا ان انت تكتب اي حاجه بعد كده. غير الكلام، خدت بالك؟ يبقى الكلام ده الاول اتمسح وظهر الكلام الثاني، بس بعد ما انت تكتب، بعد ما تخلصه كتاب، ورجع كلمه ضم استعدادا بعد كده ان هو يستقبل كاركتر ثاني. في نقطه مهمه عشان نكمل الكود، ان انا لو غلطت في الجمله المفروض امسح، هحتاج دلوقتي اضيف امسح ازاي. المفروض الكود ده كله يتنفذ في حاله ان الكاركتر اللي جاي مش علامه على، يعني المفروض طول ما هي علامه على ان انا امسح السيريال، صح؟ يبقى الكود ده يتنفذ في حاله ان الكاركتر اللي جاي مش علامه على، لو علامه على يمسح السيريال. اجي فوق هنا كده، يبقى مباشره فوق قبل ما تنفيذ الكود ده اعمل تشيك على ريسيف اوف اي الاول، هل بتساوي علامه على؟ خلي بالك ريسيف اوف اي معناها ده ان انا بعمل تشيك للعنصر اللي انا قريته، هو ده، اعمل له تشيك هل بيساوي علامه على؟ خلي بالك ان هو كاركتر لازم يتحط بين سنجل كود مباشره، لو ساوي على يبقى مباشره اعمل نيو لاين واعرض كلمه افتتاحيه من جديد تاني اسمها ويلكم. يبقى تاني، يبقى اعمل نيو لاين. انت بتكتب حروف، نفترض ان انت كتبت كده شويه حروف طلعت غلط، بعد الحروف دي المفروض يعمل نيو لاين. اول ما تضغط على علامه على، اول حاجه ما تظهرش على الشاشه، رقم 2 يعمل نيو لاين، بعد كده تحت يكتب كلمه ويلكم، بعد ما يظهر كلمه ويلكم يعمل نيو لاين تاني استعدادا للكلام اللي انت هتكتبه. اول ما يستقبل حرف على او رمز على هيعمل نيو لاين، هيظهر على الشاشه كلمه ويلكم، بعد ويلكم يعمل ايه؟ نيو لاين تاني.
خلي بالك انا عايز امسح المتغير اللي اسمه ريسيف، لان ريسيف هنا بقي فيه القيم دي او الرموز دي، فبالتالي بقي فيه رموز غلط، فانا مضطر ان انا امسحه. امسحه ازاي؟ يبقى استدعي الفانكشن اللي اسمها كلير اندرسكور ريسيف، ان انا بمسح بيها الاري، وما انساش اخلي الاي بتساوي زيرو، لان الاي كان ليها قيمه من قبل كده وليكن بقت 5 6. لو عدينا الكاركتر اللي هنا دي هتلقى عددهم دول 8، فبالتالي الاي بقى فيها 8. ارجع تاني اقول له خلي الاي بزيرو استعدادا ان هو يخزن الحروف اللي جايه في المصفوفه اللي اسمها ريسيف من بدايه الاي اوف زيرو. لما يجي علامه على يبقى لازم اصفر الاي، برجعه للانيشال تاني، ولازم امسح الاري كلها. طب باقي الكود ده يتنفذ امتى؟ طبعا هيتنفذ في حالة else. else معناها ان الرمز اللي جاي مش علامة على، اي رمز تاني غير علامة على هيروح يرجع الرمز ده على السيريال، وهيزود الاي ويعمل تشيك، اول ما تساوي 16 نعمل نيو لاين، لو ساوت 32 هيكتب الكلام على ال سي دي ويرجع كلمة ضنه ويصفر الاي ويعمل كلير للريسيف استعدادا لبعد كده. نعمل بيلت رن، خلي بالك هضغط اس بعد ما خلصت عرض كلام على ال سي دي، رجع كلمه ضن، عمل نيو لاين، هكتب اي كلام كده، برضو هيبقى عندي 32 كاركتر، مسح ال سي دي وظهر الكلام الجديد ورجع كلمه ضن بعد ما هو كتب، تمام؟ وادي عمل نيو لاين، هنكتب اي كلام غلط اهو، خلي بالكم، بعد ما يكتب الكلام الغلط ده انا كتبت اهو اعتبرت ان هو غلط، فوقتها المفروض ما يظهرش على ال سي دي مباشره، هروح اضغط على علامه على، هضغط على، خلي بالك مش هتظهر على السيريال، على ضغطت عليها ايه؟ عمل نيو لاين، يبقى بعد دي اول ما تضغط على على يعمل نيو لاين ويكتب كلمة ويلكم ويعمل نيو لاين وصفر ريسيف، لأن ريسيف كان فيها الحروف دي من قبل كده، فيها الحروف دي اللي كانت غلط، فهو مسحها استعدادا إن أنا هكتب. طبعا بعض الحروف مكتوبة غلط، سوري، خدتوا بالكم إن الكلام اللي كتبته سمول أو كابيتال ظهر هنا وكلمة ضن في الآخر، كتبت أي حروف غلط أعمل على، يقول لي كلمة ويلكم مرة تانية، أي حروف غلط تانية اهي هكتب صف، والصف الثاني برضه هغلط فيه كده، قبل ما اخلص هضغط على على يروح يمسح لي ثاني من جديد، اروح اكتب بعد كده خلي بالكم الكلام الجديد اهو ظهر على ال سي دي وعمل ضم. يبقى الكود ببساطه ان الكود كله بتاعي هيبقى داخل داله اف اللي بعمل فيها تشيك على الداتا، هل في داتا ولا لا، اول ما يبقى داتا موجوده مباشره هعملها ريد، هخزنها في ريسيف اوف اي، يعني في اللوكيشن اللي اسمه اي في المصفوف، والاي هتبدا من زيرو، هيعمل تشيك على العنصر اللي جاي اللي اسمه ريسيف اوف اي، هل لو سوى على يبقى يعمل نيو لاين زي ما شفنا، يرجع كلمه ويلكم، يعمل نيو لاين ثاني ويرجع الاي يخليها بزيرو عشان يخلي المصفوفه اخزن فيها من اللوكيشن زيرو من اول، وما ينساش يمسح المصفوفه كلها عشان هيبقى فيها كلام من قبل كده. ده لو الكاركتر جاي بيساوي علامه على، else لو ما كانش بيساوي على هيروح يرجع الحرف على السيريال، هيزود الاي ويعمل تشيك هل الاي بيساوي 16 هيعمل نيو لاين، وهكذا لغايه ما الاي توصل ل 32، اول ما تساوي 32 معاك هيعمل نيو لاين، هيمسح الشاشه، خلي بالك يمسح الشاشه اهو هنا، هيعرض الكلام على الشاشه وهيرجع كلمه ضن على السيريال وهيعمل نيو لاين، ما انساش هصفر الاي وهمسح ريسيف مره ثانيه. ده كان الكود ببساطه، ما تنسوش تتابعونا، ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.